في مدينة أور بالعراق، عثر أحد الأثريين سنة 1927 على صندوق نادر أعجبته الألوان والأحجار، وأخفاه ليدرسه على مهل عندما يعود إلى لندن. وعاد إلى لندن ولم يجد الصندوق، وإنما عثر عليه رجل أثري آخر بعد ذلك بسنوات. ولسبب غير معروف لم يشأ اللصوص أن يفكوا الأحجار النادرة الموجودة في الصندوق، ولم يهتدوا إلى قيمتها الحقيقية. ولما سئل التاجر بعد أن باع الصندوق لأحد علماء الآثار، لماذا لم تفكر في معرفة القيمة الحقيقية لهذه الأحجار الكريمة؟ قال التاجر: رأيت في نومي حلما أفزعني، رأيت ثعبانا ضخما نزل من إحدى السحب والتف حول عنقي، وسمعته يقول لي: لا تفتح هذا الصندوق، أعطه لأول رجل أجنبي يتقدم لشرائه. أما هذا الصندوق ففيه نقوش غريبة غير مفهومة، به زهرة لها 12 ورقة، كل ورقة طولها 10 سنتيمترات، وترددت فيها كلمة مصر وعبارة تقول: إنهم كانوا على مدى 30 ليلة من النيل، وعبارة تقول: إخواننا الزائرون الطيبون الذين جاءوا إلينا من قلب السماء. وعندما قام بعض الأثريين بدراسة الصندوق مرة أخرى، اهتدى إلى أن هذه النقوش تشير إلى مكان غريب بين القاهرة وأسوان، مع رسم واضح لهذا الطريق البري، والأرقام تؤكد أن هؤلاء الزوار الذين جاءوا من قلب السماء قد نزلوا في هذه المنطقة منذ 15,000 سنة، وأنهم أقاموا في مصر. وليس معروفا بالضبط إن كانوا كائنات متقدمة هبطت من السماء، أو كانت هناك كائنات أرضية خلقت حضارة أخرى أكثر تقدما، ولكن المهم أنه في هذا الوقت عاشت كائنات على درجة عالية من الرقي العلمي والاجتماعي. وإذا كانت آثار مدينة أور هذه ليست واضحة الدلالة على كائنات من السماء، فإن آثارا أخرى على الحدود بين بوليفيا وبيرو وعلى ارتفاع 4,000 متر من سطح البحر تروي قصة أخرى أكثر وضوحا وأكثر دلالة.